تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. عدد كبير من اليهود أسلموا ببركة هذه السورة، لما سمعوا ما جاء فيها صدقوا بأن سيدنا محمد ابن عبد الله نبي مرسل. ونحن إن شاء الله في خطابنا هذا نوجه الرسالة إلى اليهود، خصوصا اليهود المغاربة الذين نكن لهم كامل التقدير والاحترام، لأنهم وطنيون حتى النخاع، ولأنهم محبون لدينهم وللقيم الإنسانية من سلام ومحبة وإخاء. ونحن مطالبين دوما أننا نمد جسور التواصل والحوار. أذكر من المحطات الجميلة مع هيئة اليهود، أذكر لما كنت طالب في الجامعة كانت تسكن بجوارنا امرأة تشتغل عند عائلة يهودية، تشتغل أشغال البيت، فام دو ميناج. وهذه المرأة كانت دائما تأتي تبكي لأنهم كانوا يعيرونها ويسبونها، يقولون لها يا فلانة أنت تشتغلين عند اليهود وكأنها سبة، ويقولون لها بأن عملك محرم وأن الأجرة المحصل عليها محرمة وأن طعامهم محرم وأن المعاملة معهم محرمة. فكانت تبكي وجاءت تشتكي، لم تجد من تشتكي له. كنت أنا ذاك طالب في الجامعة في العلوم الإسلامية، طرقت باب أسرتي وقالت لي أريد أن أستفسيك في هذا الأمر مرحبا. فلما فرغت علي همومها قلت لها يا سيدتي إن الطعام الذي نأكله من عند اليهود وكذلك النصارى هو حلال، لأن القرآن الكريم أحله، وربنا عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم. أن نأكل طعام اليهود والنصارى وأن يأكلوا طعامنا هذا حلال، كله طيب باستثناء الخمور طبعا. أما الطعام ما يؤكل من ذبائح ويؤكل من 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 خضروات ويؤكل من طبخات كله حلال. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام طعامكم حل لهم. بل حتى الزواج من اليهود ومن النصارى مباح إذا كان للمحصنات، وقد قال الله تعالى والمحصنات من أهل الكتاب. حتى التزوج من نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى مباح، هذا في القرآن. أما في السنة النبوية الشريفة فإن سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة يهودية وهي صفية بنت حيي، وحيي هذا كان من أحبار بني إسرائيل، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وحسن إسلامها. بل إن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود قيد حياته بالتجارة والمعاملة المالية، حتى قبض صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي، كان عنده رهن عند يهودي. فكانت العلاقة بين اليهود وبين المسلمين علاقة فيها سلم وفيها تعاون وفيها تآزر، ولكم دينكم ولي دين. لكن فيما بعد ستدخل أمور سياسية وأمور عسكرية ومصالح، وتبدأ حروب وسارت القطيعة. نحن ما يهمنا في القرآن العظيم أن هذه الآيات البينات في التاريخ العربي والإسلامي القديم كانت سببا في إسلام عدد من اليهود، وخصوصا العلماء، علماء بني إسرائيل، بل ومفكريهم وفلاسفتهم، بل هناك عدد من الأطباء والصيادلة اليهود أسلموا لما سمعوا ما قاله القرآن العظيم عن نبيهم سيدنا موسى الكليم. فماذا يقول القرآن الكريم عن نبيكم يا معشر اليهود؟ هي هذه الآيات البينات، أرجوكم تأملوا معنا واستمعوا بخشوع واطمئنان وبعقل ويقين،
وسترون عجائب قدرة الله عز وجل. قال ربنا في هذه الآيات بدءا من الآية التاسعة من سورة طه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهل أتاك حديث موسى؟ الخطاب هنا موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها. يا محمد، هل تعلم حديث موسى؟ هل تعلم منشأ نبوته؟ هل تعلم مبدأ سعادته؟ هل تعلم كيف أصابه ربنا عز وجل واصطفاه واختاره لنفسه؟ طبعا سيدنا محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا هو باحث في المصادر وفي المؤلفات التاريخية، وإنما ينتظر الوحي من السماء. فجاءه ربنا عز وجل بالخبر. سيدنا موسى عليه السلام كما هو معلوم أنه بعد أن وقع النزاع بين قبطي وإسرائيلي، واستصرخ الإسرائيلي سيدنا موسى، القبطي كان من قوم فرعون، وكان فرعون يستذل اليهود، وسيدنا موسى سينشأ في بيت فرعون كما سوف نرى فيما بعد. وموسى عليه السلام كان قوي، كان طويل القامة وكان قوي صلبا، فلما استصرخه الإسرائيلي اليهودي طلب منه المساعدة سيضرب القبطي فيقتله، وسيدنا موسى أرادوا القصاص منه ففر بعيدا، وذهب إلى أن وصل عند نبي الله شعيب عليه السلام. وأراد ربنا عز وجل بعد أن قضى موسى طفولته في قصر فرعون وسوف يتعلم من فرعون ويرى نظام الملك ونظام القوة والجبروت، أراد ربنا عز وجل أن يعيد تربيته في بيت نبي وهو شعيب عليه السلام. فهذه الأحداث ربنا اختلقها لكي يسوق موسى سوقا إلى أرض بعيدة عن مصر، وذهب إلى ناحية الأردن، وهنالك سوف يلتقي بسيدنا شعيب عليه السلام، وسيتزوج مع ابنة شعيب، وسوف يبقى معه في الفلاحة لمدة 10 سنين، وهنالك سيتشرب الأخلاق، أخلاق النبوة من عند نبي الله شعيب عليه السلام. بعد أن استكمل سيدنا موسى 10 سنين أراد أن يعود إلى مصر، إلى بني إسرائيل، إلى اليهود، فأخذ زوجته عصفورة وصار مع أهله يسيرون في الطريق، وكانت الطريق وعرة، كان سيدنا موسى يسير بين الشعاب وبين الجبال والهضاب. والليلة التي سوف يقع فيها الأمر الهام كانت ليلة ممطرة، كان هناك برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وسيدنا موسى ضل الطريق لا يدري هل الطريق الذي يسير فيه هو الصواب أم لا، وأهله شعروا بالبرد الشديد وكان الظلام دامس، وأراد سيدنا موسى أن يوقد نارا، كان عنده واحد الزند يقدحه ليوري النار، لكن برد ما بقاش بغيش عليه النار، فبقي سيدنا موسى محتار ينظر إلى هنا وهنا، فإذا به يرمق نارا عن بعد، جبل كبير حوله نار، فقال لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لما نظر في جانب الطور الأيمن هناك رأى هذه النار، أبصر هذه النار، إني آنست أي أبصرت نارا في جانب الطور الأيمن لعلي آتيكم منها بقبس
نجيب لكم واحد القبس ديال النار تصطلون به او اجد على النار هدى. هدى يعني شي واحد يدلني على الطريق. لهذا قال العلماء ان سيدنا موسى هو كان يبحث عن 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 من يرشده الى الطريق الصواب حتى يصل الى مصر، فسوف يجد سبحانك يا جليل سيجد من يدل على طريق الاستقامة وطريق الهدى. قال ربنا عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سيدنا موسى غادي كيقلب على النار، بات لي واحد الشعلة عند جبل عظيم جبل طور، فلما وصل إلى هناك سمع صوتا مزلزلا، فلما أتاها يعني آنسها من بعيد ولاحظ بأن تلك ليست نار بل هي نور، وهي أشبه بالنار التي تحرق وتشرق. وقد صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام لما سئل عن نور الله قال عن رب العزة جل جلاله: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فسيدنا موسى لما وصل إلى تلك المنطقة المظلمة والباردة والجبل الصلب ومنطقة فارغة سمع صوتا رائعا مزلزلا مدويا، فلما أتاها سوف يسمع صوت الله، لا إله إلا الله، سمع صوت الله يناديه: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. لا إله إلا الله. الله عز وجل يخاطب عبدا من عباده، هذه كرامة، هذه عزة. طوبى لسيدنا موسى الكليم أنه حظي بهذا التشريف وهذا التكريم، أن الله تعالى لم يخاطب عباده وأنبياءه إلا عن طريق رسل من الملائكة، باستثناء سيدنا النبي سيخاطبه الله تعالى مباشرة في الإسراء والمعراج في سدرة المنتهى في أعلى مقام مباشرة، وسيوحي إليه الصلوات الخمس وسيوحي له خواتيم سورة البقرة، ابتداء من قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا تشريف وتكريم لسيدنا موسى الكليم. الله تعالى يناديه، ماذا قالوا؟ إني أنا ربك فاخلع نعليك. لماذا قالوا اخلع نعليك؟ من أهل التفسير من قال لأن سيدنا موسى كان يلبس نعل صنعت من جلد الحمار، وقيل لا، الله تعالى أمر أن يخلع نعليه لأنه في بقعة مقدسة وعليه تعظيم هذه البقعة بخلع النعلين. وقيل لا، إنما المقصود أنك لما تخاطب ربك عز وجل في العبادة لابد أن تزيل نعلك تكون حافي القدمين، هذا من التواضع. فربنا عز وجل أراد أن يختبر سيدنا موسى عليه السلام ويهيئه للمناجاة، وقال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سيدنا موسى ربنا يخاطبه بأنه قد تخيره واصطفاه على الناس، البشر كثيرين بالملايين، فلماذا اختار الله تعالى سيدنا موسى ولماذا اصطفاه من دون جميع الناس؟ هناك عدة أحاديث تفيد الجواب. ربنا اصطفاه وخيره بل وخصصه بالكلام من دون الناس. قيل السبب هو أن سيدنا موسى كان شديد التواضع، وخصوصا يتواضع لله، أنه لم يتواضع لله أحد، تواضعك يا موسى لي. التواضع قيمة أخلاقية عظيمة تجعل صاحبها يرتفع إلى أعلى مقام. الله رفع شأن سيدنا موسى عليه السلام إلى أعلى مقام بنعمة التواضع، لهذا من أراد أن يرفعه الله مقاما عليا عليك بالتواضع لله ولخلق الله، وسترى عجائب قدرة الله. هذا قانون كوني، هذا ناموس، هذا معيار
للارتقاء في شريعة الله ودين الله. من أراد أن يرفعه الله مقاما عليا عليه أن يتواضع لله ويتواضع لخلق الله، سيرى عجائب قدرة الله. أما من استكبر عن الله واستكبر عن خلق الله فلينتظر عكس ذلك، الذل والهوان والعياذ بالله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.